مرحبا، رجعنا اليوم ويا فيديو جديد من سلسلة تأثير الأكل والمشروبات على سكر الدم. تجربتنا اليوم راح تكون على الكيك المنزلي أو الكيك البيتي اللي هو معمول بالطحين والسكر وكل هالسوالف. بس مثل ما تعودنا بالبداية راح نقيس السكر، وأني صايمة نقول بسم الله ننتظر القراءة. قراءتي للسكر اليوم هي 101. اللي راح اكله هنا عندنا كيك منزلي، كيك بيتي، اني اخذت 100 غرام من هذا الكيك بطحين اللي هو الدقيق وبالشكر العادي او سكر المائدة، فاكيد ببيض حليب وكل هالسوالف والزيت، فراح نشوف تأثيره على سكر الدم ونقول بسم الله. ورجعنا هسه ورا نص ساعة راح ناخذ القراءة جديدة نشوف ايش قد صارت. نقول بسم الله بسم الله. نشوف ايش قد راح تصير القراءة بعد نص ساعة. انتظر. قراءتي صارت 124، خلال نص ساعة صعد عندي السكر 23 درجة. رح أرجع لكم ورا نص ساعة ثانية ونشوف القراءة الجديدة للسكر. وعدت هسه ساعة كاملة، رح ناخذ القراءة الجديدة للسكر نقول بسم الله. ننتظر القراءة. قراءتي نزلت إلى 103. أوكي، رح نشوف ورا ساعة كاملة شكيف رح تصير القراءة وأنطيكم النتيجة كامل. وهسه عدت ساعتين من موعد أكلي للكيك اللي هو كان 100 غرام. رح ناخذ قراءة السكر نشوف شكيف استقر السكر. بسم الله. ننتظر القراءة. قراءة السكر صارت عندي 90. الملخص، ملخص القراءات اللي عندي، قراءة الصائم كان عندي 101، بعد نص ساعة صعد السكر عندي إلى 124، يعني ارتفع السكر عندي 23 درجة بس ورا نص ساعة من موعد الأكل. بعد ساعة كاملة الجسم أفرز كمية من الإنسولين، صار عندي نزول بالسكر إلى 103، وبعد ساعتين من موعد الأكل بقى عندي استمرارية بالنزول، وصل السكر إلى 90. أعتقد القراءات مبينة أنه هذا الارتفاع السريع خلى الجسم يفرز إنسولين كمية سريعة وعالية، بحيث أني بعد عندي استمرار بالنزول حتى بعد ساعتين. رح يكون عندنا تجربة ثانية أيضا على الكيك المنزلي بس بتبديل بعض المكونات، وصراحة متأملة أنه تكون القراءات بها تأثير كبير وفرق كبير عن هاي القراءات. وانتظرونا بتجربة ثانية بتأثير الأكل والمشروبات على سكر الدم. مع السلامة.